يعني استضيف معي هنا في الاستوديو على يميني الاستاذ احمد كروش خبير امني، اهلا بكم سيدي، والاستاذ اسماعيل دبش استاذ العلاقات استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه الجزائر، اهلا بكم سيدي وشكرا لتلبيه الدعوه. قبل ذلك لا باس ان نعرج على الحدث التربوي، حيث وفي هذه الاثناء تعلن وزاره التربيه الوطنيه عن نتائج امتحان شهاده التعليم المتوسط في حوالي أو في حدود الساعة الثانية زوالا بدأت أو بعد زوال بدأت تتوزع هذه النتائج عبر الموقع الإلكتروني، ومعنا مباشرة من أحد المدارس في العاصمة زميلة أمال لاكال، مدرسة أول مايا على ما أظن. أهلا بك أمال، إذا هل بدأت توزع النتائج وكيف هي الأجواء في هذه المدرسة؟ متوسطة العقيد علي ملاح هنا بالعاصمة، حيث يتم نشر نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2020 التي حققت نسبة 91.61%، وهي تعتبر أحسن نسبة وطنية حققت منذ الاستقلال، أيضا ربما تعتبر أحسن نسبة نظرا بالنظر إلى الظروف التي عاشتها الجزائر وكذا العالم في ظل جائحة كورونا. زميلتي ربما المزيد من التفاصيل والتعليق حول هذه النسبة، يحضر معي مدير المتوسطة السيد بالنور حمزة. سيدي ربما بحكم خبراتكم، ما تعليقكم على نسبة 91.61% نسبة نجاح محققة في شهادة التعليم المتوسط؟ نعم، السلام عليكم. بالنسبة لهذا السنة نتيجة لهذا الظرف الاستثنائي، وزارة التربية اعتمدت طريقتين للانتقال إلى سنة أولى ثانوي. أولا اعتماد معدل 9/20 للفصلين الأول والثاني، وكذلك السماح للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل 9/20 من اجتياز شهادة التعليم المتوسط. هذا الاعتماد لهاتين الطريقتين إذا سمحت برفع نسبة الانتقال إلى السنة أولى ثانوي بنسبة 91.61%. التلاميذ الذين ترشحوا لشهادة التعليم المتوسط، بالنسبة لمتوسط العقيد علي ملاح هناك 8 تلاميذ، تحصل تلميذ واحد على معدل 10.15. كنا نتمنى أن ترتفع هذه النسبة، ولكن الظروف الاستثنائية ربما عثرت على هؤلاء المترشحين. ربما نسبة النجاح هنا في مؤسستكم؟ نسبة النجاح في مؤسسة العقيد علي ملاح تقدر ب 86% من مجموع 50 تلميذ، تحصل 43 تلميذ على الانتقال للسنة أولى ثانوي. ربما سيدي كانت هناك اعتماد مجموعة من الإجراءات، سواء إجراءات يعني وقائية في إطار تطبيق البروتوكول الصحي، وأيضا إجراءات تنظيمية لمتابعة التلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل الانتقال. بالطبع هناك استقبال للتلاميذ الذين كانوا معنيين باجتياز شهادة التعليم المتوسط، أولا باعتماد المراجعة وكذلك الاعتماد على البروتوكول الصحي نتيجة لهذا الظرف الاستثنائي. نفس الشيء كانت نفس الإجراءات وإجراءات صارمة في شهادة التعليم المتوسط، وقد مر هذا الامتحان بطريقة جيدة، ونتمنى النجاح للجميع، ومن لم يسعى بها الحظ فهناك فرص أخرى إن شاء الله. نتمنى أن يزول هذا الوباء وتعود الأمور إلى مجاريها إن شاء الله. إن شاء الله، يعطيك الصحة أستاذ، شكرا. أيضا يحضر معي تلميذ يوسف. يوسف مبروك عليك، اليوم نجحت وأنت الناجح الوحيد في مؤسسة العقيد علي ملاح، واش تقول؟ الحمد لله يا ربي كي جزت وكنت عبت في هذه الأيامات
تعبت في هذو هما الايام اللي كنت نراجع فيهم مع كورونا وكاع، والحمد لله يا ربي جبت البيام واني فرحان بزاف. يعني يعني انت يا مقبل كنت عارف بلي ما جبتش الباساج، يعني واش درت؟ كيفاه كنت تقسم الوقت تاعك للمراجعه؟ انت في الاشهر الاولى كنت شغل نورمال، نراجع شويه نلعب شويه وما ذاك نعاود نقعد هكا، وما ذاك كي لحق اوت شهر اوت زيرت شويه وكثرت من المراجعه وحلول وحليت لي سوجي تاع البيام من العام اللي فات، والحمد لله يا ربي حتى ربي نجحني وكاع وجبت البيام تاعي واني فرحان بزاف مع كورونا هذه. اكيد. ايضا بالنسبه لليوم انت نجحت، وين الشعبه اللي حاب تروح لها؟ الله حاب تروح ادبي، لغات، علوم طبيعيه؟ علوم طبيعيه هي خير، مانيش حاب ادب. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا. يحضر معي ايضا جد، اقول جد يوسف. الجد اليوم رافقت ابنك لهنا المؤسسه وراو رباه، واش تقول يعني هيك فرحان؟ انا فرحانين مبروك عليه، غير هو اللي ذنب له البيه ذيك اللي راهو خدم 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 وجابه الحمد لله، وبارك الله في المؤسسه ثاني عم قايمين بهم ماشي واقفين عليهم الحق، يعني ما يعني كل صباح نشوف انا يعني واقفين على الخدمه ديالهم الحق، ما عندي ما نقول. انت كجد ليوسف كيفاش كنت تتبعوا؟ كنت يعني تدعي له؟ كنت تتبعوا في قراي؟ ندعي له، كنت ندعي له دائما نقول له اقرا 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 اقرا، لازم تقرا، ما تقعدش تلعب مع الدراري وتخلي قراءتك، لازم قراءتك هي الصح، نهار اخر ما تصيبهاش الشهاده ديالك. يعطيك الصحه، نعم الجد، يعطيك الصحه سيدي. يعني وقفوا يعني معاهم الحق، وقفوا معاهم الاثنين راهم يقريوا بيان اللي ملاح اللي يطرب بيان. يعطيك الصحة سيدي. ريما، ريما يعني هاتي كانت أهم الانطباعات، سواء مدير المؤسسة أو التلميذ الوحيد الناجح على مستوى هذه المؤسسة، باعتبار أنه هذه السنة الامتحان كان اختياري لأن وزارة التربية اعتمدت على الانتقال بمعدل 9.20، لذلك يعني جل التلاميذ يعني كان لهم الحظ للانتقال للسنة الأولى ثانوي. رقم أقول ضئيل جدا هو من اجتاز امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2020. نتمنى المزيد من النجاح لكل التلاميذ، ولا سيما طلبة أو تلاميذ الذين اجتازوا امتحان شهادة أمال. شكرا جزيلا لك يا أمال، كنت معنا من مدرسة تعليم اللاحة الأول من ماي مباشرة. ألف مبروك إذن للناجحين، وإن شاء الله بالنسبة للرافسبين ما زالت هناك فرص أخرى إن شاء الله يا رب. أعود إلى موضوع نقاشنا، أعود بترحيب وأعود ترحيب بالأستاذ أحمد كروش الخبير الأمني، والأستاذ كذلك إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أهلا بكما من جديد. نعود لنقاشنا اليوم. الدبلوماسية الجزائرية أعادت لتبرق من جديد بعد أن فقدت بريقها في أعوام سابقة، ما هو ربما الدور الذي يقدم اليوم أو تلعبه الجزائر اليوم في حل الأزمات الراهنة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، أهلا بك وبضيفك وبكل مشاهدي قناتكم. أقول أن هذا الاتجاه وهذا القفزة النوعية في السياسة الخارجية جاءت من يوم أول يوم وجه فيه السيد رئيس الجمهورية خطابه إلى الأمة يوم التنصيب، حيث أكد في خطاب التنصيب على أساس أن الجزائر سوف تعود إلى المحافل الدولية وإلى تعود إلى المنابر الدولية، وأن الجزائر سوف تكون لها كلمتها، وكلمتها سوف تكون مسموعة خاصة في المجال الحيوي والاستراتيجي الذي يعني يدور بالجزائر. وهذه الأعمال كلها شاهدناها وهي مترجمة على الأرض بالرحلات المكوكية، وكذلك بالوفود التي زارت الجزائر، الوفود الدبلوماسية التي زارت الجزائر، وخاصة دور الجزائر في حل كثير
من القضايا وخاصة الإقليمية، منها الأزمة الليبية وكذلك الأزمة المالية ويعني دول الساحل بصفة عامة، وكذلك المواقف الجزائر الثابتة من القضايا الدولية العادلة ألا وهي قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية، هي قضية تصفية استعمار يعني الدولة الوحيدة المستعمرة التي ما زالت في القرن العشرين في القرن 21 يعني مستعمرة إفريقية موجودة في إفريقيا. إذن هذه المواقف الثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية والنشاطات التي شاهدناها سواء بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية واتصالاته مع نظرائه من رؤساء الدول أو بالنسبة لرحلات السيد وزير الخارجية وكذلك مكالماته مع نظرائه من جميع الدول المعنية والتي لها علاقة بالأزمات خاصة فيما يدور في محيط الجزائر وخاصة الأزمتين الأساسيتين اللي هما الأزمة الليبية والأزمة يعني القديمة المتجددة الموجودة في مالي، وهذه يعني كلها نشاطات تحسب للجزائر ولو نعدها يعني ربما نستطيع القول فيها الكثير. ذكرت حلقة مهمة وهي موقف الجزائر الثابت من كل هذه الأزمات وكل هذه البلدان إذا صح القول. اليوم أستاذ دبش، لو نستطيع القول ما مدى أهمية الوقوف عند رأي واحد وموقف ثابت لا يتغير بالنسبة لأي دولة في العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة السيد الرئيس واضح في خطابه منذ البداية أنه لا يؤمن بالنظري، يؤمن بالتطبيق بالممارسة الميدانية والفعالية في كل شيء سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي أو الإقليمي. من هذا المنطلق كما تعرفين أنه مثلا الجزائر كانت مهمشة إقليميا في القضايا الإقليمية تقريبا لدرجة صفر، فإذا به يعلن أنه لابد من أن الجزائر يكون لها دور فاعل خاصة في القضايا الحيوية أو الإقليمية التي تهم أمن واستقرار الجزائر، وعلى رأسها الأزمة الليبية، أزمة المالية، قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية والقضايا المبدئية القومية اللي هي على رأسها القضية الفلسطينية. إذا هذا وتجسد ذلك ميدانيا من خلال مشاركة الجزائر في مؤتمر برلين. كانت الجزائر لن تشارك والرئيس تبون شارك في مؤتمر برلين، معناه هو فرض الموقف الجزائري أو المقاربة الجزائرية التي كانت تعتمد على ضرورة تجديد والذهاب تغيير مسار التسوية في ليبيا من محطة تقليدية قديمة اللي هي اتفاق السخيرات في 2015 إلى محطة أخرى اللي هي مؤتمر برلين الذي يدعو إلى حل سياسي توافقي يدعو يشترك فيه جميع الفعاليات في ليبيا، ليس بالضرورة فقط الأطراف طرفي ما يسمى بطرف الصراع يعني حكومة الوفاق الوطني حكومة طبرق أو حفتر، لأن الحقيقة هؤلاء تجاوزهم الزمن سواء بحكم القانون أنهم انتهت مهلتهم في اتفاق السخيرات أو بحكم أنهم في اثنين من الصعب جدا نصنفهم بأنهم متصارعين لأنهم في اثنين كانوا ضد النظام القذافي والنظام السابق واختلفوا من أجل مصالح السلطة وليس اختلفوا من أجل ليبيا أو مجال مصالح الشعب الليبي. ولهذا الجزائر مقاربتها ومبادرة الجزائرية التي هي أقوى مبادرة الآن في الساحة الإقليمية والدولية هي أنها تدعو إلى إشراك الجميع، القوى الوطنية بصفة عامة بما فيها عناصر النظام السابق اللي هم القذافي، لأن كما تلاحظين قبل أسبوعين في 20 أوت ظهرت حركة شاملة في ليبيا تطالب بالابتعاد عن كل الوجوه السياسية والفعاليات السياسية التي أوصلت ليبيا لما وصلت إليه وتريد أن تكون لها رأي، وهذا هو الذي سوف يسود وهذه هي مقاربة الجزائر، معناها إشراك الجميع والقبائل وغيرها. نفس الشيء كذلك في فعالية الرئيس الجزائري، الكثير أنا نلاحظ بأن فيه بعض الانتقادات للجزائر أنها تزايد على القضية الفلسطينية. أبدا الجزائر لا تزايد على القضية الفلسطينية، الجزائر يفترض يفترض أن العالم الدول التي قامت بالتطبيع هي التي تعلن بأنها انحرفت عن الخط
لأن القمم العربية التي تمت في لبنان وتمت في السعودية وفي الجزائر أن قيام الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 67 وعاصمتها القدس. إذن الجزائر لم تنحرف، هم الذين انحرفوا. كيف هذا المنطقة هم الذين انحرفوا ويصنفون الجزائر بأنها تزايد؟ جانب الدولي كذلك، الجانب الصحراء الغربية، الصحراء الغربية تصفية استعمار بالصحراء الغربية، الجزائر مثلها مثل بقية الدول في العالم، فنزويلا، جنوب أفريقيا وغيرها كما تلاحظ اليوم بالذات خطاب الرئيس السيد رئيس التبون دفع به كثير من رؤساء العالم اليوم جنوب أفريقيا وفنزويلا وكوبا أنهم يطالبون بضرورة الإسراع في الاستفتاء وضرورة بعث تعيين مبعوث للمينوسو. تعرف ايش معنى كلمه المينوسو؟ هي يونايتد نيشنز ميشن فور اورجنايزنج وست ريفرندم ان وسترن صحارى، يعني بعثه الامم المتحده لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربيه. اذا هذا وش يعني؟ بمعنى انه اعتراف. نعم هذا هو اعتراف بان المغرب والرئيس التبون اكد بالامس انه لا بد من الدخول في مفاوضات مباشره بين طرفي الصراع اللي هو جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية، غير ذلك لن تسوى القضية الصحراوية. وبالتالي أنا اليوم لاحظت الدول رؤساء الدول في العالم بدأوا يتابعون خطاب الرئيس ويطالبون بنفس المطلب. نفس الشيء في الأزمة في مالي. الأزمة في مالي، ما هي الأزمة في مالي؟ للأسف الشديد جدا الأزمة في مالي هي سجينة المقاربة الفرنسية. فرنسا ومن خلال مجموعة دول غرب افريقيا. هذه الدول غرب افريقيا اللي هي السيدياو، هذا وش يطلبوا؟ يطلبوا بعودة كايتا الى الحكم. هذا غلط. كيف تعود عيد كيتا؟ معناها تريد حرب أهلية. صحيح. الشعب يتظاهر منذ مارس. صحيح. سامحيني فقط، نعم. لازم صدر. الشعب يفهمها. وبالتالي الجزائر ماذا تريد؟ أن الحكم العسكري ينتهي بعد 18 شهر ويجسد الحكم المدني وضرورة السماع للإرادة، إرادة الشعب المالي بإخراج القواعد العسكرية الموجودة في شمال مالي، لأن التوتر في المنطقة كان على حساب الشعب المالي وعلى حساب الجزائر في ذاتها. نعم. اعود اليك كذلك استاذ دبش على ما ركزت في حديثك عنه، انه الجزائر التزمت بالحياد والسلميه كذلك، وانها كانت في صف الحق دائما ولا تنحاز عن مسارها ولا تتطرف كما قال الاستاذ دبش عن ما كان عليه، عن ما قالته اولا في الاول. اليوم تقييمكم للمسار السلمي في جهود الجزائر السلميه للتدخل في هذه الشؤون الدول وتشديدها على أنه لا تدخل عسكري ولا تدخل أجنبي في شؤون البلدان الأخرى؟ أولاً هذه من الثوابت السياسة الخارجية الجزائرية، هي سياسة حسن الجوار وسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، التدخل الأجنبي في شؤون الدول داخلياً، وكذلك عدم قبول أي قوات أجنبية على أراضي دول الجوار أو على أي أراضي دولة أخرى. هذا يعني التعامل بالمثل أو التعامل رابح رابح. إذن هذه هي من ثوابت الجزائر، وكذلك الامتناع أو اللجوء إلى الحرب. إذن وفك وحل المشاكل الدولية عن طريق الجهود السلمية وعدم اللجوء إلى الحرب. إذن هذه ثوابت للجزائر وهي تطبق فيها، ويعني موروثة من عهد الثورة التحرير المباركة، وسارت عليها الجزائر إلى اليوم وهي ثابتة. نعم ثابتة في المواقف، في كل المواقف ثابتة في الموقف الفلسطيني لأنها هي يعني تتشبث الجزائر بالشرعية الدولية. الآن إذا طبقت الشرعية الدولية في فلسطين المشكلة انحلت، لكن التطبيع بدون حتى يعني بدون، كانوا في السابق يقولون يعني الأرض مقابل السلام، الآن هذا التطبيع ما هو مقابله؟ السلام. هل موجود حرب بين الدول المطبعة ودول الكيان الصهيوني؟
لا يوجد يعني هذا لا توجد حرب. إذا ماذا أعطى الكيان الصهيوني في المقابل للدول التي ذهبت للتطبيع؟ إذا هي يعني عطاءات سخية بدون مقابل من أجل إرضاء ربما الراعي الرسمي لإسرائيل. اللي كانت ربما أستاذ كذلك كانت بشكل مفاجئ، يعني ما شاهدناش لا مفاوضات ولا غيره، يعني كانت بشكل مفاجئ، جلسوا وهكذا يعني أمضوا اتفاقيات وانتهى. نعم زواج عرفي وتم الإعلان عنه. صحيح أنا نعرفه، كان عندهم ممثلين تجاريين وكانت عندهم علاقات منذ سنوات أعلنوا عليها فقط. هذه موجودة من قبل كما قال الأستاذ، يعني فيه تجارة وفيه حتى زيارات لرياضيين ويعني وحتى لمسؤولين سياسيين زاروا تلك البلدان في الشرق الأوسط يعني من قبل، ولكن لم تكن يعني معلنة عنها. لا يعني حتى الزيارات كانت معلنة فقط، يعني لم يعني وضع سفارات رسميا ورفع الاعلام فقط، حتى الاعلام كانت ترفع في المناسبات الرياضيه، يعني الاعلام الكيان الصهيوني كانت ترفع في الدول تلك الدول في المناسبات الرياضيه. اذا هذه كلها اسباب، وما زالت دول اخرى اللي زارها رئيس الكيان وربما هي في طريقها الى هذا تنحي نفس المنحة. اذا الجزائر كان هناك مبادره عربيه في 2002، مبادره في بيروت، وهذه المبادره للعرب على اساس هي الشرط من اجل الدخول في على الاقل في سلام مع الكيان الصهيوني، الا وهي يعني الاعتراف بحل الدولتين، بأن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، كذلك عودة كل المهجرين الفلسطينيين الموجودين في الشتات في العالم. إذن لن تطبق ولا شيء، بالعكس زادت الأمر في على أرض فلسطين سوء، لأن الآن الضفة الغربية غزة كل يوم تمطر بآلاف القناطير من المتفجرات ومن القنابل من الجو، وكذلك الحصار الكامل والشامل على قطاع غزة. أما الضفة الغربية فهي أصبحت مباحة، يعني كلها أصبحت عبارة عن مستوطنات لسكان الكيان الإسرائيلي، ولم يبقى للسلطة الفلسطينية إلا ربما بلدية أريحة. إذن هذه الأمور ما هي الأسباب التي أدت بهؤلاء إلى توقيع هذا الاتفاقية ما يسمى ما سموه باتفاقية السلام؟ إذن نفس الشيء بالنسبة وهذا التعبير الذي عبر عليه السيد رئيس الجمهورية هو نابع من الإرادة الشعبية. صحيح. وعبر فعلا وبصدق عن الوجدان الشعبي وعن يعني كلمة صادقة بلسان كل الجزائريات. نعم. والجزائريين. نعم. وبالتالي هي لقد صداها في الشارع الجزائري وكذلك في العالم العربي وفي كل دول العالم المحبة للسلام. طيب أبدأ الآن من أين توقفت أستاذ كروش، لأعود إليك أستاذ دبش. وبما أننا فتحنا قوسا عن فلسطين، لماذا كل هذه الضجة التي أثارها تصريح السيد عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، وبما أنه نحن كنا دائما على موقف ثابت، لماذا اليوم هذه الضجة حول تصريح الرئيس في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، بما أننا أعلنا عدم الحياز عن هذا الموقف الثابت أنه نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة؟ هي كما تعرفين أن الجزائر كانت ستستضيف مؤتمر القمة العربية القادم، وبالتالي الاستراتيجية الأمريكية والصهيونية أنها تريد أن تحقق أكبر عدد ممكن من الاعترافات حتى يضعون الجزائر أمام الواقع، وبالتالي السيد الرئيس أوقف هذه الاستراتيجية وكسر هذا الحاجز، قال أنه لا يمكن أن يتم مؤتمر قمة في الجزائر على حساب قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهنا هو الإحراج والخطة التي كانوا يتبعونها أفشلت وأصبحوا يصفون هذا الموقف بأي شيء. لكن الواقع أن لا أدري الإعلام الذي يسير التطبيع أو الغرب بصفة عامة
يجب أن يكونوا موضوعيين. هل السيد الرئيس انحرف على مبادئ قمم كما أشار زميلي استذكره أو لم ينحرف؟ الرئيس الجزائري أكد ما تم الاتفاق عليه بين رؤساء في القمم العربية وما هو متفق عليه في جامعة الدول العربية. يعني بمعنى الذين انحرفوا هم وليس الرئيس، الذين تطرفوا هم وليس الرئيس. ولهذا نعتقد بأن هذه المقاربات فقدوها من الجزائر، فقدوها للغرب، فقدوها العالم العربي، ما كانش يشوفوها تعرف منذ 10 سنين أو 15 سنة، ونحن وجودنا دبلوماسيا تقريبا مشلول. لما تأتي رئيس ويصر أنه أن الجزائر سوف تكون في الأزمة الليبية، لماذا؟ لأنه لا يعقل أبدا أن الذين يبتعدون عن ليبيا ب5000 كيلومتر وليس لهم حدود مع ليبيا يشاركون في القمة، والجزائر المعنية مباشرة على الحدود ب1000 كيلومتر لا ما تحضرش. قال لا بد أن نحضر وحضر. ونفس الشيء أنا نقول هلك الذي أصر عليه السيد الرئيس في مالي، قال لابد من كلمة الجزائر هي تكون السائدة، ليس تدخل في شؤون مالي، لا هو يعكس إرادة الشعب المالي. إرادة الشعب المالي ما هي؟ إرادة الشعب المالي يا أستاذة واضح أنه أراد أن منظومة الحكم التي كانت تسير وفق أو تحت التأثير المباشر الفرنسي، وهنا بين قوسين نفهمك ايش معنى كلمة التأثير الفرنسي. صحيح. تعرفي أن الشمال مالي ما هو موجود؟ يعني إدارة شؤون مالي فرنسيان. شمال مالي، شمال مالي عندك المينيسما United Nations Mission for Peacekeeping in Mali. هذه بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي. مشكلة من 16,000 جندي مجهزة بأحدث الوسائل العسكرية، زي 6,000 جندي فرنسي آخر، وفي 2 تحت النفوذ الفرنسي لأنهم مكونين من السيديا ومن مجموعة الدول هذه الجنود نتاعهم من مجموعة الدول غرب أفريقيا، وزايد 4 قواعد عسكرية فرنسية في شمال مالي، في تمبكتو، في غاو وكيدال. إذن هذه الهيمنة هو التي قام عليها الشعب المالي ويطالب بإخراج هذا الوجود وتحرير مالي واستقلالها. فإذا به يأتينا مجموعة الدول غرب أفريقيا ويقولوا لا ما نديروش هذه، نعملوا على استرجاع كيتا إلى الحكم. تعرف ايش معنى استرجاع كيتا إلى الحكم؟ يعني معنى حرب أهلية من جديد. حرب أهلية. ولهذا الجزائر والسيد وزير الخارجية أمس ممثل للسيد الرئيس أمس في باماكو أكد على أن موقف على في المجلس العسكري الحاكم الآن لابد من العودة إلى الحكومة المدنية بعد 18 شهر أو بعد 15 شهر. ولهذا زيد أخطر من هذا، الرئيس الجزائري وأنا قريت الخطب رؤساء الأفارقة من بعد الخطاب الرئيس كلهم يتكلمون على ضرورة أن تكون إفريقيا ممثلة في مجلس الأمن. لا يعقل أبدا أن الدول الأوروبية عدد سكان كم دول أوروبية عدد سكانهم ربع ما يتجاوزوش مش عارف 400 أو 500 مليون، عندهم 2 ممثلين بريطانيا وفرنسا، إفريقيا عندها 1,200,000,000 ما عندها حتى ممثل. هذا غير منطقي. نفس الشيء في آسيا 60% من سكان العالم عندهم دولة واحدة ممثلة. ولهذا السيد الرئيس يرافع من أجل ضرورة إصلاح مجلس الأمن، لأن المشاكل التي تعاني منها العالم الكل هي الإزدواجية في الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن. ولهذا ومن هنا أستاذ دبش ربما كآخر سؤال لأنه الوقت قليلا ما يدهمنا، الرئيس تبون كذلك جدد دعوته، دعوات ربما ليس فقط دعوته وإنما كتمثيل للجزائر لإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة، وقال أن الجزائر تجدد تمسكها كذلك بموقف الاتحاد الإفريقي من خلال إعلان سرت إصلاح الأمم المتحدة اليوم هو ضرورة وواجب. تفضل. نعم إصلاح الأمم المتحدة، نعم هو عدم وجود تكافؤ يعني فعلي كما قال الأستاذ، يعني فيه دولتين أوروبيتين موجودتين في مجلس الأمن، كذلك بالنسبة لآسيا روسيا والصين، في أمريكيتين موجودة الولايات المتحدة لها حق الفيتو، أما بالنسبة لأفريقيا فلا أحد يمثلها، وحتى يعني بالنسبة للدول الأخرى يعني التي يعني ليست لها العضوية ربما دولتين إفريقيتين في كل دورة من الدورات ما فيش تمثيل عادل. وحتى بالنسبة للقرارات الأممية أو مقررات مجلس الأمن هي قرارات يعني منحازة واضحة وضوح الشمس، دائما هي في اتجاه الغرب أو لمصالح الغرب. وللأسف
حتى أن في التسمية أو في ما نقول أن نطلق على الغرب هو المجتمع الدولي، وأن ننسى كل أفريقيا وآسيا وكل الدول ننساها وأمريكا الجنوبية ونقول المجتمع الدولي، ونقصد به الدول الغربية أو حلف الناتو هو المجتمع الدولي. وبالتالي الشيء رأينا أن هناك يعني من ضاء والكيل بمكيالين، واللين ليس لا ينظرون إلى نفس المشكل، يعني لهم مناظر مختلفة، كل مرة يغير النظارات تاعه لينظر إلى المشكل ويرى المشكل ويحله حسب أهوائهم وحسب مصالحهم الخاصة. وبالتالي وجب تغيير مجلس الأمن إذا أرادوا للأمم المتحدة أن تطبق مقاصدها والأهداف التي أنشئت من أجلها، ألا وهي الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. بالطريقة هذه وخاصة في عهد القطبية الأحادية رأينا أن هناك انفلات أمني كبير في دول العالم. كان هناك دولة واحدة أو مجموعة واحدة إرهابية في العالم تسمى قاعدة، موجودة في أفغانستان، كانت موجودة في دولة واحدة من العالم، الآن موجودة في أكثر من 80 دولة في العالم، وعدد القواعد أو مشتقات القاعدة لا يحصوهم أحد ولا يعني يصعب حتى عدهم. إذن هذه كلها نتيجة هذه النظرة الغربية لحلول، سواء بالنسبة للمقاربة لمحاربة الإرهاب أو بالنسبة لهم كيفية تسيير أزمة العالم، يسيرونها كما يريدونهم، لكن دائما الشعوب تنتفض، وبانتفاضة الشعوب يعني تزداد المشاكل. على أمل دائما أن تبقى الجزائر في هذه الخطى ثابتة في دبلوماسيتها. نشكركم جزيل الشكر الأستاذ أحمد كروش الخبير الأمني، والأستاذ إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر على حضوركما وعلى هذا النقاش الراقي. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، بعد فاصل شري قصير، جولة محلية، حاضر معنا.